السلام عليكم يا شباب، رجع لكم لقطات جديدة من إيرانجل القديمة، اللي لقطات اللي بعدها نايمة عندي بالقرص الدي. اليوم فيديو كمان جديد، صار لي فترة مش منزل عنهم، ما زال عندي أكثر من هيك. طبعا اليوم رزهوك وحاويات، بصراحة الماب كتير عاجبني القديم، لكن للأسف شالوه، ما عاد موجود، صار لهم شايلوني يمكن شهرين ثلاثة إذا مو أكثر شوي. المهم أتمنى اللقطات تعجبكم، وإن شاء الله بعدين بنزل باقي اللقطات. وإذا عجبك الفيديو ما تنسى اللايك والاشتراك في القناة، وما تنسى برضو تتابعني على تويتش، رح تلقى الرابط بوصف الفيديو. مشاهدة ممتعة، السلام عليكم. لا 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 اه يا الله اه عجبني فايت الرزق. قول لي انا الطابو انتر انتبه على شمالك يمينك من وين؟ من فوق هو نفسه هاد؟ ما بعرف هاي خذ راحة شو بدكم أكثر من هيك تعال تعال بس تدخل بالفايت الناس عم تفايت برا والله اني مسطرة نجحت الخطة
خمسة. خلاص يا برو، هذا شو قصته هاد؟ ايه؟ راح انزل على الهنجر انا. Only Molly here is enemies. Yeah, I'm taking the hangar. This one, an orange. Let's go the right side. Can you go right? I'm taking the hangar, bro. Fuck. You have very much enemy there. You can take the... Two enemies pushing me. Here is two. There's one outside, there's one outside. خد راحتي انا، مش قادر احكي، ما بعرف ليش. لو شو قصة اللعبة؟
باخذ لقطات يا برو. شو عم بيعوز له الساعة؟ والله ما حبيتها، ما ادري ليش صراحه. شو يا ما حبيتها؟ كنتي لا حلوه يا رجال. حرامات.